لحن ومغنى. حلقة اليوم هي عن شخص متميز، تميز بإحساسه المرهف في المسرح، أطربنا بألحانه وكلماته التي فينا عيب. بليز أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم الأسبوعي لحن ومغنى. ضيف حلقة اليوم هو شخصية تميزت بإحساسها المرهف على خشبة المسرح، أطربنا تشاطر معنا أحزانه وأفكاره من خلال الكلمات والألحان التي أطربنا بها. هو شخصية I'm so sorry I'm five please رين الورقة رين الورقة أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لحن ومغنى. ضيف حلقتنا اليوم هو شخصية تميزت بإحساسها المرهف ألحاني Oh my God. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لحن ومغنى. ضيف حلقة اليوم هو شخصية تميزت بإحساسها المرهف على خشبة المسرح، أطربنا من خلال ألحانه وكلماته التي أطربتنا. عشنا معه Sorry I'm really sorry فيني بعد حدا تاني فيني عيد بعد حدا تاني بليز فينا عيد بعد حدا تاني عيد بعد حدا تاني هزم صمت بليز ما انا حافظه الكلام بس ما مش عم نقول لك ما الكلمة قولي من دون ما نحس نحن انا افتكرت عم بتمثل هلا اوكي ياسمين هذا امتحانك اجمل امتحان ولا. واذا خلصت الامتحان خلصت ما خلصت هذا اخر شانس يا بتعمل امتحان يا بتغلط اوكي أهلا بكم أعزائنا المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لحن ومغنى. ضيف حلقة اليوم هو شخصية تميزت بإحساسه المرهف على المسرح، عشنا معه أفراحه وأحزانه من خلال الألحان والكلمات الرائعة التي أطربنا معها بها، مع أنه لم تمر عليه مدة في الميدان إلا أن خطاه ثابتة إلى الأمام. كانت إضلالته الأولى من خلال برنامج للمواهب الصاعدة، فالمرحب جميعا بحرارة بفناننا حسام طه. أهلا ياسمين كيفك؟ مساء الخير الحمد لله شو أخبارك؟ تفضل شو الأخبار؟ الحمد لله مساء الخير. أنا قبل ما تبلشي بأي شيء قبل ما تحكي معي أي موضوع أنا بس جاي بدي أقول لك شيء إنه أنا كثير بحبك ومن قبل أنا من أسد المعجبين فيكي. أنا يمكن هي أول مقابلة لإلي بعملها بس أنا كثير مبسوط إنه كانت معك أنت. شكرا كثير ونحن كمان كثير مبسوطين والجمهور كمان كثير مبسوط بحضورك معنا. تسلمي يا رب. شو رأيك نبدأ الحلقة بهيك شيء يعني من اختيار الجمهور بغنية من اختيار الجمهور شو رأيك؟ لا أنا برأيي إنه نبدأ الحلقة بشيء منك أنت بما إنه أنا سمعت إنه صوتك كثير حلو وكثير ناس قبل ما فوت كانوا عملوا لي إنه خليها تغني فأنا حابب أسمع شيء منك يا ريت إذا الجمهور ما بعرف إذا حابين يسمعوا صوتك أنا عرفت إنه صوتك كثير حلو بس حسام هلا انا المذيعه انا المضيفه وانت الضيف كرمال حسام ما بدنا يعني الحلقه تكون كرمال حسام بتسمعيني صوتك لانه كثير ناس عم تستنى بالريفيوز وحبيت اسمع صوتك اوكي كرمالك عمري ما حطيت بهال يعني الموقع بس اوكي كرمالك Serving my pain with his fingers singing my life with his words Killing me softly with his soft Killing me softly with his words Selling my own life with his lies Killing me softly with his words
heard he had a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, storming my pain with his fingers. And I feel a thing. حضرتك خلي الضيف يغني. ايه الشغل ده؟ ايه الشغل ده؟ نسبة المشاهدة بقت في الأرض. ايه في ايه؟ انا مش هشتغل البرنامج ده يا اخرجي انتي وغني وذيعي ومثلي واعملي كل حاجة. انا مش هشتغل، انا ماشي يا جماعة. في ايه؟ ولا انا عايز اشتغل الشغلانة دي؟ ايه ده؟ انت مش عارف انت بتتكلم مين؟ وانا بعيد عادت شي اربع مرات امام جهيد بالجهيد ورجلت نسيت الحكي بس بتغني بتجنن صوتها يعني بالصبح وانا بعيد من حكي وحافظته يعني عن بعض حسام في قتالي وين مش خش في عيوني بس عارفين شو عليك خلاص خلاص خش في عيوني